طيب انا الجزئيه دي احنا خلصناها، عندي اسئله عامه بس عاوز فيها سرعه شويه، يعني الرد بسرعه قبل ما نخش على فقره حق فقره الجماهير. الجماهير هتتكلم على شريف، وبعديها فقره حق الجمهور. زي ما ادينا لك حقك ترد على كل حاجه، الجمهور ليه حق ان يسالك وانت تجاوب، بس ان عاوزين الاسئله دي اللي هي العامه دي الرد بسرعه. كان في اتهام عليك انك اتمنيت خساره نادي الزمالك، ودايما جمهور الزمالك شايل لك الحته دي، ايه التصريح ده؟ التصريح ده كان عباره عن مباراه في الدوري ضد المقاولين العرب. اه قاعدين ياجلوها 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 ياجلوها، ويطلعوا يقولوا لا هنلعبها مش هنلعبها هنلعبها. فكنا احنا قاعدين في الاستوديو، فالاستوديو خلص، فانا قاعد ما اعرفش كان مين جنبي، فبقول له هيفضلوا يقولوا في الماتش ده ويعيدوا فيه لغايه ما يخسروه. راحوا خدوا الجمله دي حطوها السوشيال ميديا على ماتش كان الاهلي هيلعب مع الزمالك، هيلعب مع فرقه اسمها جورمايا. الكيني. الكيني. فقال لك ده بيتمنى الخساره لنادي الزمالك ضد جورمايا، مع ان احنا مباركين لهم في نفس الاستوديو. يعني انت ما كنتش تقصد بالتصريح ده؟ لا 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 لا، انا بتكلم في الدوري يعني. علاقتك ايه بلاعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك ومجلس ادارته والناس دي كلها ايه؟ كل احترام لحد النهارده يعني، من حسن شحاته لفاروق جعفر لكل الناس دي، محمد صلاح بشوف اي حته بنتقابل في اي مكان، الخواجه بصبح على بعض كل يوم انا وهو، في بيننا احنا ناس مشتركين من ايام احنا كنا بنلعب يعني. انت راضي عن مستوى الكره المصريه في الفتره دي؟ يعني يمكن تتعدل شويه الفتره الجايه، يمكن تتعدل من فتره جايه. طيب انت شايف مستوى النادي الاهلي ازاي؟ هيبدا موسم جديد، نتائجه قويه جدا. نتائج؟ النتائج قويه جدا. اه اللوبي نفسه والمؤسسه نفسها والاداره بتاعت الحكايه، ما زال السيستم موجود، هو ده اللي موقفنا على رجلينا لحد دلوقتي. تجربه موتسيماني هل نجحت، ولا بنسبه كام في الميه ممكن تحط لها نجاح؟ لو كان فايلر نجح 100%، موتسيماني نجح 500%. شايف ازاي رابطه الانديه المحترفين الفتره دي؟ محتاجه دعم ومحتاجه الناس تصبر عليها شويه. شايف قرار عوده الجماهير هل هيبقى بسهوله كده وهنتخطاه، ولا هيبقى فيه مصاعب شويه؟ كل وقت كل حاجه ليها بدايات يعني، فلازم الناس بنفسها الثقافه نفسها بتاعت الجماهير تتغير، لازم ثقافه الجماهير نفسها لازم تبقى حاسه قد ايه وجودها في الملعب مهم، وهي كمان يبقى وجودها على طول. لا انتقاد ولا شكل خارج عن السلوك ضد الخصم او اي حاجه، خليكم موجودين في الملعب بقى، خلينا نحس ان احنا رجعنا في كل حاجه تاني الحمد لله. طيب ليه المواهب قلت؟ انت شايف من وجهه نظرك الفط، يعني لما كنا احنا بنلعب وانتوا في الاشبال قلنا ده هيطلع شريف عبد المنعم، هيطلع مجدي عبد الغني، هيطلع فلان، انت شايف ليه المواهب قلت ليه الفتره دي؟ في حاجه في الاكل. في حاجه ايه؟ في الاكل. ايه بقى اللي في الاكل؟ مش عارف يعني، مش حاسس كده ان كل نادي بعد، احنا كنا واقفين بالطوابير عشان يطلعوا رغم الدرجه الاولى، عدد السكان زاد الفتره اللي فات يعني، فدي ممكن تطلع لعيبه كتير. مش يعني مصر بحجمها وزياده الملاعب وزياده امكانيات وزياده الموارد وعمل عقود للعيبه، المفروض المواهب تزيد، المفروض كل ده يزيد. مش عارف في حاجه في الجو. في الجو. انت شفت تجربه محمد صلاح ازاي، وهل ممكن تتكرر مره تانية؟ كفاح كفاح جميل، اصرار، رضا من عند ربنا جامد قوي. نعم. الوصول لهذه المرحله ما كانش في حد في مصر يتخيل. طبعا بقى عندك نجم بقارنه بميسي وكريستيانو وباعظم لعيبه في العالم. يعني كفايه انه بيتقال انه من احسن لعيبه في العالم، من احسن ثلاثه، وهو مرشح كمان للموسم اللي جاي بقى. انا مش هكلمه في الموسم اللي فات، الموسم اللي جاي والموسم اللي هو فيه ده يقدر يعمل نفسه طفره كبيره جدا. هل ممكن تتكرر مره تانية اكتر من محمد صلاح من الكره المصريه؟ ادم ترسم الخريطه للناس وشافت ازاي يقدر اي حد يروح في المنطقه يعني دي. يعني صلاح فتح الطريق للاعبين المصريين، فتح الطريق ده. بس الناس لازم تعرف الطريق ده اتفتح ازاي يعني. في تضحيات. يعني مش صلاح ده ما اتولدش صلاح كده. انت شايف المنتخب بعد المباراتين في بعد ليبيا وصل للنقطة العشرة، أنت شايف الكرة إزاي الفترة اللي جاية، وشايف إزاي كرويش هيبقى يدير منتخب مصر؟ حصل دفعة وثقة نفسية لبعض اللعيبة كانت محتاجاها. يعني النني مش النني، النني أنا شايفه اتغير. اتغير. هل ده فكر مدرب؟ ده ثقة.
ثقة اللعيب. أنا مهما فكر المدرب اتغير، اللعيب هو اللي بيأدي في الملعب، اللعيب هو اللي بيطور نفسه، اللعيب اللي بيقول للمدرب أنا أهو. يعني مرموش لو ما كانش يتوفق في الأول يمكن كانوا رجعوا تاني وعملوا الناحية الشمال دي هيلعبوا بأي حد تاني موجود، إنما هو أدام نجح وأدام خد ثقة وأدام مشي، رؤية مدرب طلعت سليمة واللاعب نفسه ابتدى يجد هوية بيدور عليها، وهو كان بيلعب في منتخب الناشئين هنا وبيلعب بره محترف، ما حدش بص له ما حدش جابه، فالراجل ده عامل شويه دعم لل يعني للشخصيات، كروش عمل لهم دعم. يعني هل كروش ممكن يغير او يضيف للكره المصريه ويحقق احلامنا اللي احنا كنا بنتمناها، نوصل كاس عالم وناخد امم افريقيه تاني والكلام ده بالمباريتين اللي احنا شفنا؟ انا واحد من الناس بقول ان هو شخصيته بدات تبان في الملعب، زي ما في حوالي 10 15 لعيب زمان رسموا خريطة الطريق للكرة المصرية، منهم الجيل بتاعكم طبعا، جيل نادي الزمالك والناس دي، وبنهاية بميدو وصلاح، دول من الناس اللي رسموا خريطة الكرة. كيروش ممكن يعمل كده، ممكن تشايف كده للكرة المصرية لو اتوفق ودخل كاس العالم. انت متابع الكرة العالمية دايما؟ بتشجع مين من اباطرة كرة القدم المصرية؟ هل من اباطرة كرة العالم يعني مين بيعجبك اكتر، ميسي ولا كريستيانو ولا صلاح؟ بكل امانه انا بحب لمسه ميسي ولعب ميسي. بحب نيمار. نيمار انت مش شايف ان نيمار هو لعيب طبعا جامد قوي، بس مش شايف ان هو شوهي شويه؟ شوهي قوي ويتعور في اي وقت وبيفكرني بنفسي زمان كده شويه، يعني قريب مني كده. انت كنت بتحب كرويف؟ طبعا. ايه اللي حببك في كرويف؟ السرعه، حدش بيعرف ياخد الكره منه، تغيير الاتجاه، اتجاهه بيشوف فرقته ازاي، قائد في الملعب، عنده شخصيه، الكره لما بتجيله بتحب تتفرج عليه وهو بيلعب بيها، واهم حاجه السرعات. وانا كنت بحب مصطفى عبده ايه، السرعه والكروس، في اي وقت انا مش عارف هو هيعمل ايه، يقطم لجوه يروح حاططها بشماله ويعمل. ففي لعيب بيديك شخصيه، خلاص لما الكره بتجيله انا بطمن.